بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة مختصرة فقهية: إذا استعمل اليوم، تحدثنا مع بعض الإخوان، نشير للحاضرين في صلاة الظهر، أشرنا إليها ولكن نشير إليها مرة أخرى، إذا استعمل جزء من جسم الحيوان سواء كان ميتة أو نجس العين في جسم الإنسان كأنسجة أو كعضو حيوي حي، ما حكم هذا العضو أو هذه الأنسجة أو العروق التي تستعمل؟ حكمها إن كان فيها حياة حكم الجسم، يعني جسم الإنسان. فحتى لو كان الكبد مثلا استخرج من حيوان مثلا كالخنزير فرضا، أو عروق استعملت من حيوان آخر حتى ولو كان نجس العين في جسم الإنسان، يكون لهذه الأجزاء حكم جسم الإنسان، بما أنها تصير بما أن صيرتها تكون إلى أن تكون جزء من جسم الإنسان ولا تعتبر جزءا خارجيا عن جسم الإنسان. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين، صلى الله عليك وعلى ابنك الحسين الشهيد، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
صاحب العصر والأمر والزمان الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لعله البعض يقول: ومن يشكك في عظمة القرآن وأنه هاد إلى أقوم طريق وإلى أفضل طريق، من يشكك في ذلك في عصرنا حتى نفتح هذا الموضوع أصلا؟ لعل البعض يقول: القرآن مفروغ عنه بأنه كتاب سماوي متواتر صحيح غير محرف، وهذه المعاني مفروغ عنها، فلما نفتح هذا الموضوع؟ في الواقع نحن نعيش في برهة زمنية، مع الأسف الشديد الإنسان وصل إلى وقاحة شديدة وادعاء كبير، فيجعل أو يدخل الشك في أي بحث كان وفي أي موضوع كان وفي أي نص كان. نحن الآن نعيش هكذا برهة زمنية، ولذلك عندنا من يدعي التشيع، يدعي الإسلام، يدعي القرب إلى هذا النهج، ولكن بأساليب في بعض الأحيان فاقعة وفي بعض الأحيان فنية مستورة، يشكك في مضامين القرآن أو في بعض آيات القرآن أو في تواتر هذا القرآن الكريم. وحتى البعض يشكك في أن القرآن الآن يفيد لهذا العصر أصلا أو لا يفيد. الآن اليوم نسمع من هنا وهناك كلمات بأنه القرآن أصلا il peut s'adapter avec notre époque، هل هو يطابق أو يتطابق أو يتماشى مع الزمان والمكان، أم أنه كتاب نزل في الجزيرة ومخاطبه أو يخاطب مجموعة خاصة من الناس وهذا الخطاب انتهى دوره؟ أرجوك ركز معي، هذه الشبهة موجودة. Donc certains ils posent la question et disent carrément ce Coran il est valable jusqu'à aujourd'hui ou pas. هل القرآن هاد؟ فالقرآن الكريم وفي ذاك الزمان يجيب ويقول، وليس في ذلك دور. هسه البعض ممكن يقول هذا في دور، لأنك تدافع عن القرآن بماذا؟ بالقرآن. يقول لك كيف تدافع عن القرآن؟ واللي دارس فلسفة ومنطق يعرف فرق مسألة الدور، إشكال الدور في أنه تدافع عن شيء بنفس الشيء، وهذا مثل الدفاع عن الشيء لا يكون إلا بماذا؟ بشيء خارجي. ولكن نحن لا ندافع عن القرآن بالقرآن فقط، نحن ندافع عن القرآن قبل القرآن، نؤمن عقليا بوجود النبوة وبوجود الرسالة وبإعجاز القرآن، ثم نسلم للقرآن بحث عقلي مفصل مو بحثنا. على كل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم أفعل تفضيل من مادة قيوم أو قيام،
اللي هو تعبير المفسرين يقول القيام هو أكمل حالة للانطلاق لمشروع. Le fait d'être debout, c'est la meilleure position pour faire pour quelque chose, pour bouger vers quelque chose, faire quelque chose. أفضل حالة للتحرك إلى عمل ما. حالة ماذا؟ قيام. ولذلك البعض إن سألك لماذا تقوم عند سماع اسم فلان إمام عليه السلام مثلا، الجواب موجود في روايات أهل البيت، إشارة إلى أن إلى الجهوزية في الحركة. Le fait d'être prêt pour le maître ou pour l'autre. الجهوزية أنني أنا جاهز قائم. القيام هذا هو المعنى. القرآن الكريم بنص هذه الآية يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي ماذا؟ أقوم. التي هي أقوم، أكمل، أفضل. طيب هذا الأقوم شنو؟ يهدي للتي هي أقوم في السياسة، في التجارة، في الأخلاق، إتيك، بوليتيك، مورال، إستوار، ميدسين، طب. بشنو يهدي للتي هي أقوم هذا القرآن؟ مطلقة هكذا يهدي للتي هي أقوم. المفسرون لديهم طبعا استنتاج عظيم بأنه يرجعون إلى آيات أخرى ليبينوا أن هذه الهداية القرآنية هي شاملة. يهدي للتي هي أقوم ليس في موضوع واحد فقط، في مواضيع عدة. أنا أشير إشارات إن شاء الله معكم. أولا الموضوع الأولي الذي يهدي فيه القرآن الكريم العقيدة الأقوى. العقيدة الأقوم اللي هي لا باز دو لا بيرسون، هي الجسور التي يجب أن يمضي عليها الإنسان، أو القواعد التي يبني عليها الإنسان وجوده، وجوده المعنوي. العقيدة أساس. مهما كانت محاضرات في الأخلاق وأنت صار عندك أخلاق عظيمة، إذا عقيدتك فاسدة في مشكلة. يعني أنت تصور إنسان خلقه عظيم، صبور، كريم، ما أدري، عنده ابتسامة دائما، يساعد الناس، خلوق إنسان، إنسان بكل معنى الكلمة. ولكن إن سألته هل الله موجود يقول لك شون سبا ما أعرف، الله موجود ولا ما أعرف. يقول لك طيب تبحث، يقول لك سانتا غسبا ما يهمني، ما يهمني أبحث، الله موجود ولا مو موجود ما يهمني. يقول لك زين ليش هاي الأخلاق؟ يقول لك سان في بليزير، أخلاق، كيستيون إتيك، مغالاة، الخلقيات الحسنة، سان في بليزير، أنا أفرح، أرتاح لما أحب الناس، أساعد الناس، أشوف هذا المظلوم ذا يبكي من الفرح من سعادته، هذا سم كان لسبخي، يهدئ لي روحي، هذا يفرح. هذا كيف تتعامل معه؟ أنت ما لك علاقة، أنا ما لي علاقة، الله كيف يتعامل معه؟ الله هو بعدله يعلم كيف يتعامل معه. بعضهم يهديه قبل موته لأنه يستحق الهداية، والبعض الآخر اللي ما يستحق الهداية يطي من النعم، يصب عليه النعم صبا حتى تصف الحسابات مالته يوم القيامة، ما عنده شيء بالحساب في مقابل الأخلاق الحميدة، يطي من النعم ما يطي. ولكن يكفي سسفي الأخلاق، سسفي بعض. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى بالأخلاق، نعم، ولكن بالعقيدة كذلك، والعقيدة أساس. اليوم البعض يقول لك لا الأخلاق أساس، ويستشهد بالرواية هل الدين إلا أخلاق؟ هو صحيح الرواية، ما بيها إشكال الرواية، بس هل الدين إلا الأخلاق؟ يعني أنت كمتدين يجب ماذا؟ أن يكون عندك أخلاق، مو أنت كلا ديني تقول عندي أخلاق يكفي. واضح أو مو واضح؟ بعض الناس يسوي شبهة يقول لك هل الدين إلا الأخلاق؟ هذول عندهم أخلاق، هم والله الجنة يروح، وفلان عنده دين بس ما عنده أخلاق، هذا أكيد مثلا كذا. هذاك حساب عند الله وهذاك حساب عند الله، لا أنا أقسم جنة ولا أنت تقسم جنة. ولكن القضية، وبعدين أصلا معنى الجنة لو أنت افتهمنا حتى نجي نقسم شيء ما نعرف معنى، يعني حقيقة هسه مو مجاملات، واقع هذا. أنا وأنت نعرف شنو الجنة أصلا؟ On sait qu'est-ce que ça veut dire le paradis؟ أو غير إحنا نقرأ البعض هذول اللي يطلعون على المنابر يوصف لك الجنة، ما أدري شنو أقول، هسه مو موقعها.
يوصفها بشهواته يعني بعوالم بضيق فكر. خب هذا مو هو هذا معنى الجنان. يعني واقعا أمير المؤمنين يشتاق إلى هذه الجنة التي يصفها فلان وفلان، هذا الوصف، هذه الجنة التي يشتاق إليها أمير المؤمنين. على كل حال، إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقيدة كما في الأخلاق كما في الاجتماع، في التعامل الاجتماعي كما في المجتمع كقانون اجتماعي، يهدي التي هي أقوم. نعم، طبعا هنا مسألتين أرجوك التفت معي. يهدي للتي هي أقوم، إذا اعتبرنا الكلمة بمعنى الأفضل التفضيل، ça veut dire si on a considéré le terme أقوم ça veut dire le plus juste ou le plus droit، أكثر قواما. واضح؟ إذا اعتبرنا به المعنى، يعني هذا القرآن يهدي أكثر من شيء آخر. شنو هو الشيء الآخر للقرآن يهدي أكثر منه؟ ما أدري إذا فهمت قصدي أو لا، أعيد العبارة. القرآن يهدي أكثر، أكثر من ماذا؟ أكثر من ماذا يهدي؟ لأنه أنت لما تقول هذا أكثر جمالا وتسكت، يقول لا أكثر جمالا من ماذا؟ صح ولا لا؟ فلان كريم، خب ما حد يقول لك شيء، بس إذا أنت قلت له فلان أكرم من وتسكت، يقول لك أكرم من منو؟ صح ولا لا؟ يعني أنت قسته بشكل بجهة أخرى. زين، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم من ما مما. هنالك قولين في هذا المقام. القول الأول أنه أهدى من الكتب السماوية الأخرى التي كانت في زمانها أهدى من باقي الكتب. Les livres. On dit les gens de livres. أهل الكتاب. Les livres que Allah سبحانه وتعالى descendu au prophète. الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء. هذه الكتب كلها كتب هداية. ما نتكلم عن الكتب المحرفة، الكتب الحقيقية الصحيحة، كتب هداية كتب هداية تهدي إلى الحق. أما القرآن الكريم أهدى، شوف التفت، الآية تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من باقي الكتب. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني أنه الإشارة هنا ممكن غير هذه الكتب السماوية أيضا إلى القوانين الموضوعة عبر الناس الوضعية، اللي هو قضية الوضع في قضية المعاني الإسمية والكذا. على كل، في الأصول فيه بحث، مو بحثنا. الوضع يعني الإنسان يخلق قانون. الآن في كندا قوانين جدا رائعة، منو خلاها؟ خب ما جابوها، ممكن جابوها من القرآن. البعض عندهم نظرية أنه كثير من القوانين الفرنسية الموجودة في فرنسا وفي إنجلترا اكتسبت عندما رأوا بعض الكتب الإسلامية في مصر وكذا، بس أنا ما محقق بالموضوع، ليش أتكلم بنظرية ما عندي تحقيق فيها؟ هذه سمعتها من بعض المحدثين المحاضرين الكذا، بس هذا يكون واحد يبحث. ولكن على أقل التقادير إحنا من نشوف القوانين نشوف شبه كبير مع هواية من القوانين الشنو؟ الإسلامية. إحنا نشوف الشبه، هذا الشبه إحنا شفناه بغض النظر عن هاي النظرية، إنه هاي القوانين وصلوا، أرجوك معي التفت، هل وصلوا إليها بالتجربة ثم أصبحت تشبه قوانين الإسلام أو لا؟ اكتسبوها من النصارى أو من اليهود وهي القوانين نفسها قوانين الإسلام، أو لا تأثروا بقوانين الإسلام في بعض البلدان الإسلامية عند بعض القضاة أو ما كتب في الفقه فأدخلوها. لعلمكم بعض النصوص الفقهية مترجمة قبل أكثر من 70 سنة باللغة الفرنسية، ممكن حتى أكثر من 70 سنة. بعض النصوص الفقهية يعني المسائل الشرعية، هذا الكتاب على كل، الآن عندي شك أي كتاب ما أذكر الاسم، بعض الكتب الفقهية أبواب متكاملة مترجمة قبل فوق 70 سنة باللغة الفرنسية. يعني أكو شوق علمي قديم، مو الآن قبل 20 سنة بدأت القضية. صلوا على محمد وآل محمد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن القرآن يهدي إلى
الأقوم من جهات عدة. أشير إلى الجهات وأعرج على المسألة الثانية: العقيدة الجهة الأولى، القوانين الاجتماعية، الاقتصاد، الكذا الكذا، كل هذا المفسرين يدعون أنه نعم يهدي للتي هي أقوى. يعني قضايا مثلا قضية الزكاة، لأنه تعرفون إحنا بنسمع كلمة زكاة هاي حلوة، الشباب يلتفتوا لها، كوندي زكاة في مدرسة أهل البيت. الزكاة والخمس مو كلمة زكاة وهذا زكاة وهذا خمس، لا، تفصيلات فقهية مفصلة. زكاة الغلات pour les quatre nourritures، زكاة المواشي، الدواب، زكاة، بعدين زكاة المال، زكاة مال التجارة، بعدين نفس الخمس يتفرع أيضا الكنوز، ما يخرجه من الغوص، ما أدري الغنائم الحربية إذا كانت بأمر الإمام، وإلى آخره من الخمس مفصل. إحنا فقط بلاءنا وابتلاءنا فقط خمس مال التجارة، المال اللي نربح لبيان، وإلا المسائل جدا مفصل، قوانين. وهذه القوانين لو عمل بها المؤمنون في العالم ما يبقى فقير، واقعا نظام متكامل، واقعا نظام متكامل، الزكاة والخمس على كل. فإذا الاقتصاد والقضايا الاجتماعية وإلى آخره من القضايا، حتى في القضايا الأخلاقية. إذا هذا أن يكون القرآن هاديا للتي هي أقوم، الأقومية أو هذه القيومية، أو مو القيومية عفوا، القوام، هذه الحالة الوسطية أو الأفضلية، هذه في كثير من الأمور نجدها في الروايات. أشير لبعض الروايات إن شاء الله من باب المثال. العبادة مثلا، العبادة القرآن يعلمنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك فرق. في بعض المدارس يعبدون الله ويهجرون الدنيا وما فيها، يقعد بزاوية إميتاسيون ريفليكسيون أدوراسيون pendant 2-3 mois، يترك الدنيا وما فيها. هذه العبادة غير موجودة في القرآن. العبادة في القرآن لها نظام، كل شيء منظم بالنسبة لأوقات الصلاة، بالنسبة لنظام الصلاة، بالنسبة لحركات الصلاة، بالنسبة لمقدمات الصلاة، بالنسبة لمعقبات الصلاة، بالنسبة للحج، بالنسبة للصوم، كل نظام متكامل. متى تبدأ؟ متى تنتهي؟ ماكو شيء عشوائي هكذا كيفما أردت، كل نظام. وفوق النظام أكو اعتدال. رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين. comment on va traduire le terme متين؟ on peut dire solide. هذا الدين، cette religion est solide. إن هذا الدين متين. لا، لما نتأثر بهاي الأمواج وبهذه الحركات وبهذا الكلام، سبحان الله، الإسلام واقعا وخصوصا إسلام محمد وآل محمد. يوم على يوم يرفع رأسنا، وإحنا المقصرين تجاه الإسلام، وهو الإسلام ما في نقص، إحنا اللي مقصرين، إحنا اللي قللنا من شأن الإسلام. على قولة هذا صديقنا الأخ العزيز، هو أكثر من صديق، هو أكبر من صديق، كبير في السن الله يحفظه، الآن نسيت اسمه، على كل أحد الإخوان الجزائريين، عالم دكتور، يقول كلمة، أي أحسنتم، يقول كلمة، يقول المسلمين سألوا جماعة مسلمين، قالوا له شو نسوي حتى بأوروبا يتحرك الإسلام وتصير في الحركة وكذا، قالهم أقولكم شو تسوون، قال بس ما تسوي شيء، ما عليكم تسوي شيء، بس إذا ما تسوون شيء، إذا كل شيء ما تسوون الإسلام رح يوصل، لأنه أنتم مصيبتكم أنه من تسوون هو اللي يوقف، هو من تسوون ده يوقف، باعتبار واقعا احنا ما نسوي دعايات على نفسنا، ولكن هذا الواقع. جل جماعة المدعين للإسلام في الغرب، جلهم مع الأسف الشديد نقولها وبخجل، وأسأل الله أن لا نكون من هؤلاء المجموعة التي نقول عنها جلهم لا يعطون من الإسلام لونا محمودا أو محبوبا، مع الأسف الشديد.
نعم عندهم كرم، خصوصية المسلمين في الغرب عندهم كرم، هي خصوصية طيبة الحمد لله. يعني أكثر الفرنسيين ضاقوا الكسكسي وضاقوا الطاجين والمو ضاقوا، هاي الأكلات المغربية ضاقوا. أكثر الكنديين ممكن ضاقوا الكبة وضاقوا هذا الجسم. إذا عندهم جار عراقي أكيد، عندهم جار لبناني ضاق ما بعرف شنو، بس هذا المقدار مو هو هذا، هذا صفة حميدة والحمد لله، هذا فضل من الله على الأمم الإسلامية، إنه إنك لو تستنشق البخيلة لوجدته أنتن شيئا ريحة، فيخافوا من البخل حتى لو طبيعة لا سمح الله عند بخل يعاكس الطبيعة، هذا تربية حسن لجنو غزيتين ستين كالتين. ولكن أكو الصدق، أكو تخسيبيليتين شفافية، وأكو أمور كثيرة. ما أقول كل المسلمين، أرجع أؤكد بالعكس، أكو نخبة من المسلمين هؤلاء تقبل أيادي، أنا أفتخر بتقبيل أيادي بعض المسلمين الذين يرفعون رؤوسنا وهم فخر لنا في بلاد الغرب. على كل في العبادة النبي الأكرم يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه بدوسمون، برفق يعني شنو؟ يعني دوسمون على كيفك. فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله. عبادة مستحبة بنتك وابنك تجبرهم على العبادة المستحبة، بعدين لا سمح الله يصير حتى الواجب يقول لك بابا مات، عمره 8 سنوات تضغط عليه 11 12 صار 14 يقول لك بابا خلص انتهى كل شيء. هو الحديث بيقول لك انت ما تضغط على الانسان بالواجب، نعم، ولكن المستحبات ماكو داعي. عذاب واحد تسوي له انه لازم لا، بشوق، شوق يكون الشوق عند الشخص مو مشكلة، حتى الطفل. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله. عباد الله بعضهم ما يتحملون، بعضهم عندهم جلد عندهم صبر، بعض ما عنده. certains sont patients ils peuvent adorer Allah pendant très longtemps l'autre ils peuvent pas. ليلة القدر ما تجبر أحد إنه يبقى للصباح. أنا لا أعترف بأخطائي أخي الكريم، أول سنين تبليغي قبل، على كل حال قبل سنين كنت مفكر أنه لا لازم أشجعهم وأبقيهم وأباوع على هذا دا يهرب، ألزم من الباب تعرجه هذا دا يهرب من المسجد، ثلاثة الصبح مسكين خجلا يرجع، هذاك على ما أدري شنو جيبه، ليش أنت ما جيت البارحة، هذا كله مو صحيح، كله مو صحيح. نعم شوق الناس، خلي الإنسان يكون عنده شوق العبادة، مو خجلا يعبد الله، مو خجلا وضغط نفسي تسوي له حتى يسوي العبادة، هذا يصير اشمئزاز. وإحنا شفنا نتيجة هذه المسألة، شفنا نتائج. طبعا التفتوا مو معناته ما تشجع أو تتركه، يعني هو لازم ذكاء. اليوم كنا نتحدث، تسمحوا لي إذا أشير لهذه المسألة مهمة جدا، صلوا على محمد وعلى محمد. اليوم كان الحديث مع بعض الإخوان في المسجد في بعد صلاة الظهر، فقلنا أنه في قضية التربية لكل إنسان أن يدرس وضعه. إن كان لديه شخصية يتأثر بها الطفل في البيت، خب يستثمر هذا الطفل الشخصية. إن كانت شخصيته ضعيفة لا يؤثر، يفكر بحل آخر، يجد مدرسا قويا، يجد عما قويا، يجد مجموعة قوية. إذا هو فقد القدرة أو الكاريزما أو الشخصية، si lui-même il n'a pas la capacité de diriger les enfants, il demande l'aide à quelqu'un d'autre. مو إنه يترك الأولاد يقول شيخنا شو نسوي، هذا بعد الأجواء، بعد شيخنا شالت حجابه شو نسوي، أو صلاة تركت شيخنا شو نسوي، أو صبينا هذا لبس هيجي وشكله صار هيجي ومنظره صار هيجي وحياته صارت، هذا ما يصير. أنا نفسي أخاطب نفسي، إذا أنا ما عندي قدرة يجب أن أستعين بحل آخر، لا يجب أن أقول الله غالب. نعم الله غالب، بس لا تقال هذه الكلمة في هذا المقام، الله غالب بس أنت يجب أن تجد الحل، حتى ولو كان بتغيير مدينة. بكيبك ماكو حال تجي المونتريال، بمونتريال ماكو حال تروح التورنتو، شكو بيها
الإنسان يتحرك لأجل دينه، لأجل دين أولاد. وهاي البلدان الحمد لله تحترمك، ما عندها مشكلة، تغير بلد مدينتك ما عندها مشكلة، الحمد لله، فضل من الله ونعمه. وعن الإمام الصادق عليه السلام: لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة. لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة. Ne te force pas à faire des adorations supérieures. Ça veut dire recommander. Si c'est obligatoire, c'est obligatoire. Ça c'est autre chose. Recommander. ما تجبر نفسك في العبادة. كذلك في مسائل أخرى أنا شفت الوقت بيداهمني شوية ألملم الموضوع. في العلاقات الاجتماعية في موضوع مهم جدا حبيت أشير إلى تنظيم الوقت. يقول لك ما عندنا وقت شيخنا، ما عندنا وقت. أنا أعترف لك بموضوع، اللي يقول لك ما عندي وقت أعلم بأنه ما عنده تنظيم، إلا ما شذ ونذر. أكثر الناس اللي يقولوا لك ما عندنا وقت تنظيم مرتب ما عندي. لأنه لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه أكبر أعلام الشيعة فقهاء ومدرسين ومحققين، لما الواحد عنده مسألة من عندهم يسألهم ما يقولوا له ما عندي وقت، منظمين أنه أكو ساعة للعباد، ساعة لصلة الرحم، ساعة لاتصال بالمؤمنين، ساعة احتياطا لأخذ الأطفال مثلا لنزهة أو كذا، ساعة للبرية والحديقة، ساعة لكذا، منظمين وقتهم. من الأمور أنا أشير إلها تنظيم الوقت هذا التليفون وهذا الواتساب وهذا الفيسبوك وهذا الكذا. إذا ما نسوي نظام، كم مرة بالنهار إلا حق نفتح الفيسبوك؟ أنا ما عندي بس أعطي شي فكرة يا عامة. الواتساب كم مرة في النهار إلا حق نفتح الواتساب؟ كم مرة؟ البعض أنا من أدخل الواتساب أشوفه حاضر، بعد 3 ساعات أدخل الواتساب عندي شغلة أشوفه حاضر أونلاين، بعدين أشوفه حق. هذا ما أعرف أصلا وين عايش، كيف يعيش هذا؟ هذا عايش ويا الواتساب. عمليا أنت يجب أن تنظم وقتك وإلا ما يرحمك. هذه الآلات، هذا التكنولوجيا سي تكنولوجيكي دوفون نو، يفاتيغي توتالمون، يفاتي لسي دو تون، ما يخلي لك وقت لإلك، إلك ما يبقى وقت. ولذلك تشوف جماعاتنا شبابنا ما يقرون كتاب، ما يقرون كتاب، وين ايش وقت يقرا كتاب؟ واعلم انا دا اقول لك واعترف هذا خطأ من عندي، ولكن اريد ان شاء الله اصححها بدعائكم. هذا الجهاز كل المحاضرات اللي عندي بأجهزة جدا مسهل، يسهل عملية التحضير والتحقيق والإنترنت، أدخل إلى موسوعات ومكاتب. ولكن أكو مشكلة كبيرة، تعرف شنو هي؟ الميموري مالتنا يضعف، لأنه الكتاب الورقي عندما تفتح كتاب ورق أمام عينيك يختلف عن الجهاز. مهما كان الجهاز سريع في التنقيب والتفتيش والتحقيق ما يقاس بالكتاب. الآن الغربيين يرجعون للكتب، كثير من العلماء يرجعون للكتب. بعض الأصدقاء عندي بيقوم باعوا مكاتبهم الآن ندمانين، قالوا إحنا فكرنا خلص عهد الكتب خلص، شفنا لا للعين هذه مناسبة، لا للكذا، حتى الحفظ. فإذا تنظيم الوقت من مسائل أوصيكما وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابا بتقوى الله ونظم أمركم. نظم الأمر في كل شيء، أورغانيزاسيون. هذه مسألة تتطلب تمرين، إكزرسيس، يعني تجيب ورقة. أنا شخصيا لو ما أطبق ولو مقدار بسيط أطبق، لو ما أطبق ما أقولكم، لأنه هذا الكلام ما يفيد إذا ما أطبق. مقدار بسيط أطبق، أسأل الله بدعائكم بحق أبي عبد الله الحسين أن ننظم أوقات حياتنا حتى تكون حياتنا مثمرة تترك أثر، وإلا ماكو أثر. اجتهدوا في الإمام الكاظم عليه السلام، اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم. عظيمة هذا الحديث، صدقني هاي الرواية تحتاج إلى قعدة ساعة حديث وتأمل. وساعة لمعاشرة الإخوان، أي إخوان؟ أخي الكريم، أختي الفاضلة،
لا تبحثي عن صديقة تمدحك ليلا نهارا سرا جهارا. نعم ابحثي عن صديقة لا تمدحك في وجهك ولا وجهك ولكن تدافع عنك في غيابك. هذه صديقة جيدة. وأنا أتأسف عندما أجد بعض الناس يبديك من حلاوة اللسان ما يبدي إليك، ومن ثم بعد مدة تشوف أنه هو أصلا أكثر الناس يحكي عليك. هذه صفة جدا خبيثة. نستجير بالله أن نكون هكذا. على أقل التقادير إذا ما تريد أنت تكون محب للناس، على الأقل ما تمدحهم في الوجه وتستغيبهم في غيابهم. الرواية تقول: وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، وبهذه الساعة التفت تقدرون على 3 ساعات. يعني اللذة الغير محرمة هي التي تدعمك لماذا؟ للساعات الأخرى. شوف هذا النظام المتكامل. ما قال لك ممنوع لذة ممنوع لذة. ولذلك هذا المعنى، هذا الحديث يبين أنه بعض الحركات لبعض الجهات الإسلامية، البعض المسلمين اللي يقولوا لك لذة حرام، كل اللذات أحرمها على نفسي، هذه لازم ينعاد الرأي فيها، باعتبار الرواية تقول لا، اللذة المحللة هي التي ماذا؟ هي مفتاح ماذا أخي الكريم أختي الفاضل؟ هي مفتاح الساعات 3. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طيب كذلك للذي هي أقوى، ننتقل إلى سيد الشهداء عليه السلام. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي. وسنتي مو موجود في الصحاح، في الكتب الموثوقة عند السنة غير موجود. الحديث الصحيح، واسألوا الإخوان المحققين اللي عندهم اطلاع في بعض المسائل الخلافية، تجدون أن هذا الحديث عند السنة والشيعة نصه: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طيب ثم: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا هو دليل على أن الإمام المهدي موجود أو موجود. هو من أقوى الأدلة على وجود المهدي وهذا الحديث، لأنه يقول لن يفترق، التفت، لن يفترق حتى يرد علي. طيب كيف لا يفترق إذا الإمام انتهت؟ افترق أو لم يفترق؟ إذا الإمام لن تنتهي ولن تنتهي. وهذه هي فلسفة الإمامة عند الشيعة. هذا دليل من الأدلة. طبعا هناك أدلة أخرى. والحسين سلام الله عليه التمسك به هو التمسك بالقرآن الذي هو أهدى وهو أقوى، يهدي للتي هي أقوى. الإمام الحسين الذي كان سئل زين العابدين بعد استشهاد الحسين: هذه الآثار على ظهر أبيك، ما هي هذه الآثار؟ جروح عجيبة كانت. فقال: كان يحمل الزاد للفقراء كأخيه الحسن وأبيه أمير المؤمنين. كان يحمل الزاد في الليل، الزاد الثقيل، ويذهب إلى الفقراء والمساكين. فهذه الآثار، آثار الجراح على ظهر أبي عبد الله الحسين، هي آثار تلك الليالي التي كان يخرج ليعطي قطعة خبز أو خبز شعير للفقير. ولكن أسألكم أيها الموالون في هذه الليلة، كيف رد الجميل لأبي عبد الله الحسين على ظهره؟ نعم، ماذا فعلوا على ظهر الحسين في يوم عاشوراء؟ ما الجميل الذي ردوه بدل هذه الجراح التي كانت على ظهره؟ هل قبلوا جبهته؟ هل قبلوا يده؟ هل اهتموا به بعد شهادته؟ لا، يقول: وبجرد الخيل بعد القيد عمدا
سحقوني، يعني على ظهري شريف الذي كان مجروحا، الخيل مشت على ظهري، ركضت على ظهري سلام الله عليه، كسرت عظام جسم الحسين أبو عبد الله. ما يا ماما قال دعمل، دخلت على سيدي علي بن موسى الرضا في مثل هذه الأيام، فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب. تصور نفسك بجوار الإمام الرضا، تصور نفسك الآن جالس والإمام الرضا جالس حزين على أبيه الحسين عليه السلام، فأن تكون حزينا كإمامك الغريب الرضا عليه السلام. وأصحابه من حوله كذلك، أي كان عليهم الحزن، فلما رآني مقبلا قال لي مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه. ثم إنه وسع في مجلسه وأجلسني إلى جنبه، ثم قال لي يا دعبل أحب أن تنشدني في الحسين شعرا، فإن هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا. يا دعبل يا دعبل، من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا، حشره الله تعالى في زمرتنا. يا علي بن موسى، نحن الآن في مجلس من مجالس الحسين، نتوجه إلى الله ونبكي على إمامنا الحسين، ونضرب على الدموع هذه الدموع، ونقول لك سيدي يا علي بن موسى الرضا، ضمنت لنا هذا المعنى، أنت قلت أن الله يحشرنا معكم أهل البيت، وحشرنا معكم أن يحشرنا الله معكم سيدي. ثم قال الإمام يا دعبل، من بكى على مصاب جدي الحسين؟ أضاف الإمام حديثا آخر، غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه والبتة. سلميك بلغ إمام الحسين ديولي فاردن تو سفش، سلميك بيغس بلغم سو سيد الشهداء، نطخو سنيغ بلغي فاردن تو لبش تو لبش كلا كمي دون سبي. ثم قال وأجلس أهل بيته من وراء الستر ليسمعوا ما ينشدوا دعبل وليبكوا على مصاب جدد. ثم التفت إلي إلى دعبل وقال يا دعبل، ارث الحسين فأنت ناصرنا ومادحنا، فلا تقصر عن نصرتنا ما استطعت ما دمت حيا. يقول دعبل فاستعبرت، يعني أجت العبرة البكاء، وسالت عبرتي وأنشأت أقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا نجوم السماوات
بأرض فلاتي قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي قبور بجنب النار يا عباس يا قمر بن هاشم قبور بجنب النار من أرض كربلا يا معرس فيها يا بشط فراتي تفوح عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي هذا والإمام يبكي والنساء يبكين معه قال دابل فلما وصلت إلى هذين البيتين بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات وآل رسول الله تسمى حريمهم وآل زياد ربة الحجلات. يقول دابل فعلت أصوات النساء بالبكاء والنحيب وصحن ومحمدا ومحمدا. أقول إن أن أصعب قضية على أهل بيت النبوة مسير بنات رسول الله سبايا يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. موقف أسألكم الدعاء. زينب كانت عقيلة بني هاشم عليه السلام تمشي مع القافلة طلبت من ذلك الطريد من رحمة الله أن يخرج رأس الحسين من بين النساء حتى لا يتصفح الدني والقصير وكل إنسان وجوه أهل البيت. ذلك اللعين عندما عرف الطلبة أراد أن يؤذي قلب عقيلة بني هاشم فجعل الرأس وسط النساء يا بنات المصطفى بها حال سارت وبالبلدان بها القوم دارت عن نظارها بالستر حارت ما ظل لها ستر بيه التستر طلعوا كلها للشام لين بحالة فرح تتفرج عليهن عليهن وعلى السجاد وياهن وليهن على السجاد وياهن وليهن بقيد وجامع وبالحبل ينجر حملت على الأكواب. بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ارفعوا أيديكم بالدعاء لحظة استجابة الدعاء لشفاء المرضى قبل الدعاء 5 مرات ممن يجيب شفاء المرضى قضاء الحوائج خصوصا من سألنا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا حميد بحق محمد يا
يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. يا الله 10 مرات يا الله يا الله بتوجه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وعوانه، اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا لأهلنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لإخواني أخوات الحاضرين في هذا المجلس يا الله. اللهم إنا نسألك العفو يا أكرم الأكرمين يا الله. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك محمد والأئمة الأطهار عليهم السلام. تقبل منا هذا القليل، واعف عنا، اغفر لنا، اخرج حب الدنيا من قلوبنا، واجمع بيننا وبين المصطفى وآله الأطهار. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة ذكرك ومحبتك ومناجاتك إلى أمواتنا أموات الحاضرين. قبول الأعمال، غفران الذنوب، شفاء المرضى. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.